احنا ال 20 سنه اللي فاتوا دول مش عندك ملعب تدريب، مفيش ملعب لنادي الاتحاد. تخيل بقى انت حضرتك السنه دي بتتمرن في ابو قير، ملاعب ابو قير وفي الماكس وفي النحاس وفي توسون، فمفيش الناشئين ما بيشوفوش الفريق الاول. الفريق الاول بيتمرن في استاد اسكندريه. اما خدنا ملعب ابيس اللي هي الملاعب الجديده، الملاعب الجديده بقى في ملعبين، ملعب للناشئين وملعب للكبار. ابتديت انا اشتغل في نادي الاتحاد. انا كنت من ما انا طول عمري انا والكابتن شحته وعادل بابلي ثورجيه شويه. احنا اعترضنا على هدم النادي ده، وقفنا بيوفط وقالوا علينا مجانين وقالوا لحد ما تهد النادي. عبال ما خدنا ملعب تاني خدنا 20 سنه. ال 20 سنه ليه النادي اتهد؟ مين اللي هد النادي؟ ليه؟ عشان يعملوا صاله مغطاه للسله ويعملوا حمام سباحه. وبين النادي الاتحاد والبحر 400 متر. يعني بالملاعب القديمه. الشاطبي ما رحتوش يا كابتن؟ رحت. احنا كنا بنلعب فيه. احنا لعبنا فيه دوري عام يا كابتن. انا ليا ذكريات. لا كنا بنلعب فيه في الدوري العام لحد 77، كنا بنلعب 78 ما عدا الاهلي والزمالك اللي لعبوا في الاستاد. لكن اي ماتشات في الدوري في الصندوق بتاع ناسهم. لان ملعب، بس على فكره ده كان مقصود، كان مقصود تلعبوا هناك عشان ما حدش يقدر يكسبكم هناك. ما حدش كان بيعرف يكسبنا خالص. على فكره انا لعبت في الملعب ده ناشئين والله. فاكر ملعب الرمله ده اللي هو كان فيه ملعب المدرجات قريبه الرمله ده الطايره والسله. لا انا لعبت فيه كل ماتشات ناشئين. بالظبط. مش عارف هو ده ولا لا. أنا هو اتهد. ايوه اتهد. وقعدنا 20 سنه بقول لحضرتك ما عندناش ملعب. لا عندنا ناشئين. انا بقى رحت اشتغلت في حرس الحدود اعتراضا على، لان فشلت ان انا كنت زعلان. ما صوتي ما وصلش للمسؤولين وهدوا النادي، هدوا مدرجات. تخيل بيهدوا مدرجات ايه؟ ام كلثوم. مدرجات تاريخيه. ام كلثوم كانت عامله في مدرج باسمها هي اللي متبرعه، كانت بتعمل حفلات في عندنا سلمى اسمها الهمبره. كانت كل سنه تعمل حفله في الهمبره لصالح نادي الاتحاد، لايرادها لصالح نادي الاتحاد. عملنا منه المدرجات، بنبني. عارف انت لما يبقى عندك شقه بتبنيها اوضه اوضه. بنينا مدرج حوده. السيد حوده ده كابتن ابو رجل دهب ده اللي هو نجم نادي الاتحاد القديم. فطبعا ده على فكره السيد حوده ده كان ليه اخ في السيد ومحمود. محمود الاثنين ابو رجل دهب. تخيل مدرج حوده بيتهد، مدرج ام كلثوم بيهدوا ذكرياتك. انا بلعب في الناشئين فيه ومكسر الدنيا فيه طبعا. ناشئ بلعب اربع خمس سنين ناشئين، ما حدش بيجي بيكسبنا في الناشئين ابدا ولا في. واما كملت الدرجه الاولى نفس القصه، ما كانش حد يكسبك. تخيل بيتك بيهدوه بالظبط، بيهدوا تاريخ، بيهدوا تاريخ النادي، بيمحوا التاريخ. دلوقتي النادي الاتحاد ما شاء الله رجع. هل الفضل يرجع للحاج مصلحي؟ نعم الحاج مصلحي هو اول واحد حارب. من الدكتور مشالي. دكتور مشالي والمهندس خالد عبد العزيز طبعا، عشان نقول المهندس خالد عبد العزيز عمل صح، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، واللي كمل الاستاذ محمد مصلحي. وبدانا الناشئين بقى لنا 3 سنين في النادي. عملنا اول سنه اختبارات. انا رجعت بقى من انا اشتغلت بقى. اعتراضا بقى اشتغلت في حرس الحدود حوالي 14 سنه مع الكابتن سيد الطباخ اللي هو العصر الذهبي بتاع في حرس الحدود اللي لما خدوا الكاس والسوبر بالظبط. احنا كنا شغالين في الناشئين، بس احنا دايما في اسكندريه بنحب نشتغل. اللي بيحب يشتغل بيشتغل في الظل، ما بيحبش يعمل بروباجندا ولا يعلن ولا. انا اشتغلت 12 13 سنه في حرس الحدود، طلعت ناشئين الحمد لله انا واللي معايا. بعد الكابتن سيد طباخ جه دكتور محسن النحريري اضافات. وبعدين بقى ما رجع نادينا اتبنى في ابيس اشتغلت في نادي الاتحاد. انا بحب البراعم جدا. يعني انا اقدر موهبتي ان انا الولد اللي عنده 8 سنين ده اقدر انا تنتقيه تقدر تشوفه. جالي 17000 في اول سنه. نادي الاتحاد نادي شعبي له شعبيه. يعني احنا بعد فعلا الاهلي والزمالك او السنتين الثلاثه اللي فاتوا دول جالك 17000 مختبر سنه 2017.